واحد بيقول انا عايز اتجوز بنت خالي ووالدتي رافضة نهائيا لان والدتها بتاعت اعمال. هل هي برضو بتاعت اعمال زي امها ولا مظلومة ان امها كده؟ ثم يعني ايه امها بتاعت اعمال؟ يعني في الحياة لا نؤمن باعمال ولا غيره. اعمال يعني يقصدوا انواع السحر دي. يعني اذا كانت امها بتاعت اعمال بصحيح، ما تقدر تعمل عمل تخليك تتجوز وتبقى الحكاية تحدث.